المتابعين الحلوين والاعزاء والغاليين على قلبي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو هذا اليوم. هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم فيه الروتين المسائي ديالي، فبلا ما نطول عليكم ويلا نبداو فيديو اليوم. لكن قبل ما ننسى، الا مازال مش شاركتوش معايا في القناه، دخلوا ضغطوا على سبسكرايب، على سابوني، على زر الاشتراك، وفعلوا ديك الجرس سديتو باش يوصلكم كل جديد. واجدين مستعدين، ليتس جو. هزار مسنس باش لا يلا. أبدأ روتيني المسائي بمشاهدة التلفاز، وأحث دائما على مشاهدة برنامج هادف يساعدني في تطوير وتنمية رصيدي المعرفي. بعد الانتهاء من مشاهدة التلفاز، أحرص دائما على الجلوس مع أمي، حيث نبدأ بمناقشة مواضيع مختلفة وإبداء آرائنا فيها. لا يمر علي يوم دون أن أسجل ما اكتسبته وتعلمته على مذكرتي، لكن من الضروري أن أكتب خاطرة أو شعرا بقافية أو حكمة.
التاسعة ليلا سأتناول وجبة العشاء، وكما ترون أشرب عصير الفواكه. أتت وجبتي المفضلة، بطاطس مسلوقة مع الجبن المحكوك. أما بالنسبة للمقادير فنحتاج إلى بطاطس مسلوقة، إلى بيضة مسلوقة، إلى جبن محكوك وثوم مفروم مع المعدونس، ولن ننسى طبعا البهارات: الزنجبيل، الكمون، الملح، الخرقوم، الفلفل الأحمر، ثم الفلفل الأحمر الحار. وشبعنا ولله الحمد، حان وقت العمل الجاد وإعداد فيديوهات جديدة بمحتوى مختلف، فهذا طبعا يأخذ مني وقتا طويلا. أولا أحدد الفكرة الرئيسية، ثانيا أحول الفكرة الأساسية أو الرئيسية إلى مجموعة من الأفكار الثانوية، ثالثا أبحث في الأنترنت أو الكتب كي أوسع الموضوع بشكل تدريجي، بعدها تأتي مرحلة التلخيص والتركيز فقط على النقط الرئيسية. بعد جمع كل المعلومات حول الموضوع المراد مناقشته، أنتقل إلى مرحلة تصوير الفيديو، ومن ثم لمرحلة المونتاج كي أحسن من جودة الفيديو صوتا وصورة كي ترونه في أبهى حلة حينما أحمله على قناتي. لا أنسى طبعا تعديل الصورة المصغرة للفيديو، فهو أمر مهم وضروري لأنها تساهم وبشكل كبير في جذب انتباه المشاهد. Thank you.
جهد وتعب فلا بأس أن نطلع أنفسنا ونعتني ببشرتنا، فكما ترون أستعمل زيت اللوز لبشرتي لكونها بشرة جافة جدا، فهذا الزيت يلين ويرطب البشرة الجافة ويساهم بمعدل كبير في تنشيط خلايا الوجه. الشفاه، وهذا المرطب بنكهة العسل. وأخيراً أضع كريم ترطيب اليدين، وهذا الكريم من أوريفلام. نلتقي بإذن الله تعالى في فيديوهات قديمة من هذا النوع. تهلاو ليا فروسكم، سلام عليكم.